اسمي محمد عامر كابوري، مدير مشروع بأحد المستشفيات الطبية الحكومية، واشتركت في دورة إدارة المشاريع الاحترافية مع الدكتور محمد العامري. بصراحة استفدت استفادة كبيرة جدا، عرفت ازاي اللي ندير مشروع بروس علمية بسيطة وأكون محترف فيها، وازاي أنقل الخبرات اللي موجودة ليا للموظفين اللي هم موجودين في نفس المشروع، وازاي أقدر أفيد نفسي وأفيد المشروع. شكرا.